وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طبعا رواه أحمد في الزهد وليس في السنة في المسند، وإنما في كتاب الزهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أنه أقرب إلى ما يكون من الإسرائيليات التي أخذها سلمان الفارسي رضي الله عنه من الرهبان الذين تنقل بينهم قبل أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، فأخطأ بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقرب ما له أن يكون من الإسرائيليات وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو منقطع ليس متصلا النبي صلى الله عليه وسلم. وطارق بن شهاب لم يثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهو منقطع، وكما قلنا يعني أقرب ما له أنه إسرائيل. وفيه أن بعضهم ذكر أنه موقوف على سلمان الفارسي، فإذا كان موقوفا فهو يكون من الإسرائيليات التي أخذها سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك فيه سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى مدلس وقد عن فلا تقبل روايته، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المصطلح معنى التدليس. لكن الشاهد من هذا أن هذا الحديث لا يثبت لا من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى، المبنى مبنى متن الحديث لا يصح أبدا، خاصة أن هذا لما قال له قرب فقال لا أقرب فقتل، والثاني قال له قرب فلم يقرب فقرب ذبابا فدخل النار. كيف والله تبارك وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خاصة أنه علم أنهم هؤلاء يقتلون من لا يفعل ما يريدون. إن صحت الرواية عن عمار بن ياسر أنهم طلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فسب النبي صلى الله عليه وسلم ومر الجعل للخنفسان فقالوا هذا ربك، قال هذا ربي، فتركوه. فرجع حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عاد فعد. وهذا وإن كان لا يصح لكنه مشهور في كتب السيرة وغيرها، والآية صريحة في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكيف يكون هذا قرب الذبابة وهو مكره على ذلك ثم يدخل النار؟ هذا يخالف الأصل، فلا يعتمد على هذا الحديث في مثل هذه المسألة، والله أعلم. نعم.